اهلا وسهلا بكم مشاهدين شوف تيفي في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. صباح الخير عليكم. كنتمنى لكم دوزوا نهار جميل ان شاء الله، واللي عنده شي عمل الله يقضيه ليه ان شاء الله، والله يسهل الامور للجميع. احنا دائما معكم مشاهدين شوف تيفي باش تشوفوا معنا الاجواء ديال الدار البيضاء في زمن كورونا، الصباح ديال الدار البيضاء كيفاش كيدوز. اذا صباح الخير عليكم كاملين مشاهدين شوف تيفي، صباح الخير عليكم، والله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه اللي كنا عايشين فيها وكنا فرحانين بها وكنشوفوا احبابنا وكنشوفوا خوتنا. ان شاء الله كنتمنوا يرفع علينا هذا البلاء ونرجعوا لحياتنا العاديه ان شاء الله. صباح الخير خويا زكي، صباح النور عليك. اهلا اختي حسناء، صباح الخير صباح النور عليكم كاملين. زكي عباس كيقول لنا صباح الخيرات لكم من اهل فلسطين، وصباح الخير كذلك من اهل المغرب لكل جميع الدول العربيه والدول المسلمه، صباح الخير عليكم كاملين. سفيان كيقول لنا شارع محمد السادس، بالفعل اكيد هذا هو شارع محمد السادس اخي سفيان. خديجة صباح الخير صباح النور عليك اختي. صاحبة الاماني صباح النور عليك اختي، باش ما كنتش منا ان شاء الله. حسين أهل العراق تحية كبيرة لك الأخ حسين وأهل العراق كاملين، وصباح الخير عليكم كاملين. كيف ما كنوعدكم مشاهدين شوف تيفي دائما في الجولات الصباحية اللي من خلاله كنحاولوا يعني نناقشوا معكم ونتطرقوا معكم لعدة المواضيع. الحمد لله دائما احنا معكم 24 ساعة على 24 ساعة لنقل الحدث كيف ما هو. صباح النور اختي سارة من ايطاليا، صباح الورد صباح الورد خويا انس، صباحكم مبروك كاملين. صباح الخير لالا زهرة من اسبانيا، صباح الخير عليك. صباح الخير عليكم كاملين. دائما مشاهدين نوصيكم ونعاودوا نوصيكم ما تنساوش الكمامات ديالكم والليبافيت ديالكم بالنسبه للناس اللي كيتوجهوا للعمل ديالهم في الصباح، الله ييسر لهم الامور. ما تنساوش الاخوان ديالي الليبافيت ديالكم والتباعد الجسدي، واخا تكونوا في العمل ديالكم ديما كونوا مستمرين في هذه الاجراءات الوقائيه باش ان شاء الله نحدوا من هذا الفيروس ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه ان شاء الله. صباح الخير اخويا محمد، صباح النور من ايطاليا، صباح النور عليك وعلى الجاليه المغربيه كامله اللي خارج ارض الوطن. صباح النور خويا حميد، صباح الورد عليك وعلى الناس ديال باغي. صباح الخير اختي خديجة، صباح النور خويا ابراهيم، صباحكم مبروك مشاهدين كاملين. اختي زكية صباح النور. كيف ما كتشوفوا معنا الاجواء الصباحية في مدينة الدار البيضاء، الاجواء ضبابية كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدين شوف تيفي، يعني حتى من كاين واحد البرد خفيف ما كاينش هذاك البرد القاصح
يعني كان ضمن بهذا مشاهدين شفت بي غنهيو البث المباشر في بث اخر ان شاء الله. وما تنساوش كيف ما قلت لكم لي بافيت ديالكم الكمامات ديالكم والتحقيم ديالكم ومسافه الامان. ونتمنى لكم نهار مبروك ان شاء الله باش ما كتمناو. دمتم في رعايه الله والى اللقاء. تفضل.